أنا اليوم لعبتنا مكياج وتلبيس فصل الربيع. يلا نبدأ نضغط الزر. أول شي راح نبدي من الميك اب. خلني نخلي هذا المبيض، نخلي بشرتها حتى تصير بشرتها بيضة. هسا نخلي اللمع، بشرتها راح تصير حلوة. خليته، أريد عدسة عيون حلوة. واو، هذا راح أختار الأخضر. راح أخلي الحواجب، راح أخلي بهذا الشكل كلش حلو. خليته، الأيلاينر راح أخلي لون الأسود. واو كلش حلو. خلنا نكمله. كملت. خلي الايشادو، خلنا نجرب هذا اللون الوردي. واو هذا كلش عجبني. واو حلو. المسكارا خلنا نخلي هذا، وايضا اللون الاسود، لا الاسود حلو. واو الشخصية كلش حلوة طالعة. راح اخلي هذا احمر الخدود. واو لونه وردي وكلش حلو. هذا بلمع بس ما راح اخليه. عندنا الحمرة، راح اختار بالله هذا الوردي. ووو كلش حلو، يناسب ويا الايشادو. عندنا بها لمع فما راح اخليه. هاي نقش بين العيون، راح اخلي شكل النجوم السوداء. واو شكلها جدا حلو، وراح تصير الشخصية جميلة. واو لا واو هذا الشعر كلش حلو. راح اخليها كملت. هاي اللعبة بها هواي اماكن، فانا حلعب كم مرحلة بها. نروح للتسوق، تسوق الملابس. هي تطلب الاشياء اللي تريدها. هاي بها هواي نقدر نحرك. لازم نحفظ، خل لازم نشتري إلها هاي الأشياء. نختار اللي هي، خل نشوف هذه الأشياء. يلا خل نشتري والله هذا وهذا. طلبت والكاميرا طلبت، ويمكن هالنظارة لا، بس عادي ما راح نخسها. والسوار والساعة لا والله، هاي هم لا. ها هي خلصت، سوقت الأشياء اللي تريدها. دوس أوكي. طبيت الملابس. عندنا الشعر هاي لا ما أحتاج. إيه ها بس هل مال شعر. إيه هاي الأكسسوارات. أنا ما أريد من هذني، أريد الفساتين أحلى. هذا الأصفر موجود، هذا أبو الألوان، وهذا البنفسجي. راح أختار الأصفر، هذا كلش عجبني أني. هذني هم يناسب. الله خلينا نجرب. لا مناسب، يعني يناسب بس القصير. راح أختار الأحذية، أريد حذاء مناسب ويا الأزياء. واو هذا حلو. واو هذا كم كلش حلو، فراح اختاره. بيز اشكال الزهور. واو عندنا القلادة. واو كلش عجبتني، شوفوا شكلها زهور. هذا شنو؟ ها سوار اليد. واو هذا السوار كلش حلو، اللي هو مال القلادة. عندنا كاميرا هنا ونظارة، لا ما اريد نظارة. نفخات وهاي النظارات وهذني، فأنا حختار كاميرا حلوة. أنا كملت أني هسة، وهسة نروح للمتنزه. وهذا هو المتنزه. شوفوا نقدر نحرك بالشخصية، فأنا حخليها هنا. هسة شو نسوي؟ نطق صورة. واو إذا عجبتكم هاي اللعبة ضعوا لي لايك. مع السلامة.